سطحية أنزه لساني عن أن أصفها، نعم. يعني سطحية لا تقبل بحال، نعم. من الأحوال، نعم. فلا بد، لا بد أن تتربى هذه الأمة على احترام التخصصات في، نعم. جميع المجالات، نعم. والدين هو اللحم والدم، نعم. من ظن أن الطب والهندسة والكيمياء والبكتيريا والفيزياء والجغرافيا والجيولوجيا هي علوم أهم من العلوم الشرعية أو هي أدق من العلوم الشرعية فهذا في ذاته جهل. نعم، لا حول. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، رحمه كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، نعم. وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي، نعم. يشير الله. إلى المسائل الجديدة، نعم. التي يتعلمها المسلم، نعم. تتعلمها اليوم وتعرف معها أنك بالأمس كنت جاهلا بها، نعم. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، نعم. وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. فهذا، نعم. إنكار للذات وتبذل، نعم. وتواضع، نعم. لأهل العلم، بارك الكبار. بارك الله فيك يا فضل الدكتور. معنا مداخلة من الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بعد الشيخ أول الحلقة عن الزواج السري. آه، انت سألت عن الزواج السري، نعم، وقد اجابك فضيلة الشيخ. ولكن اريد ان اسأل عن الزواج السري اذا كان يفترض علينا ان نكذب، يعني بعض الناس يعرفون بعض الافراد يعرفون الزواج ويفترض عليها ان نكذب على باطنهم. نعم، نعم، بارك. اظن ان فضيلة الشيخ بين ان الزواج يكون اعلانه بحضور الشهود، الولي والشهود واستيفاء الأركان الأخرى، هذا الحد الأدنى لإعلان الزواج. ولكن الزواج السري الذي تسألين عنه والذي أومأ فضيلة الشيخ إلى عدم جوازه هو الزواج الذي يكون بين المرأة والرجل أو بدون استيفاء الشروط والأركان اللازمة له، لكن بحضور الشاهدين كما ذكر فضيلة الشيخ يكون الإعلان بالحد الأدنى للزواج. العلم فضيلة الشيخ كما تفضلت أصل هداية الخلق، والجهل أصل ضلال الخلق، ورفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم فوق غيرهم درجات. ولا يمكن أبدا أن تتقدم الأمة أو تتقدم أمة، لا نصف المسلمة فقط، أي أمة من الأمم إلا بهذا العلم. ولكن في فرق بين الأمة المسلمة، نعم. والأمم الأخرى، نعم. وهذا الفرق لو علمه المسلمون لارتفعت إشكالات كثيرة، نعم. حارت فيها عقول وبعض العباقرة. أنا حضرت قدرا، كنت ضيفا في مكان واتضح أن المكان كان صالونا ثقافيا، نعم. وكانت القضية المثارة، لماذا تقولون إن المسلمين في هذا التخلف والضعف، نعم. بسبب تخلفهم عن القرآن والسنة، بينما الكفار تخلفوا عن القرآن والسنة والإنجيل والتوراة وعن كل الآداب، نعم. ومع ذلك هم أقوياء ومتقدمون في كل شيء، نعم. الذين يقولون ذلك وتحار العقول في ذلك لا يعرفون سنة الله في الأمم، نعم، سبحانه وتعالى. سنة الله في الأمم أن الأمة الكافرة التي كفرت بكتابها أو كفرت بكتاب بعد كتابها ولم تدخل في الدين الناسخ الخاتم، نعم. لجميع الشرائع، نعم. هذه الأمة إذا أخلصت للدنيا وأخذت بأسباب الدنيا وأقامت العدل بين أبنائها مكنها الله، نعم. وأعطاهم زخرف الحياة الدنيا، وفي، نعم. الآخرة ما لهم من خلاق، نعم. ولا نصيب، نعم. أما الأمة المؤمنة، وأنا أقول هذا للنظار، نعم. والمنظرين، نعم. وصناع القرار والذين يضعون الخطط ويقلدون الغرب، نعم. والشرق، أقول الأمة المؤمنة لو قلدت في الخطط الخمسية والخطط الخمسينية، نعم. الدول الموفقة القوية في نظرهم، نعم. لو قلدوها بالحذافير لا يصلون إلى النتيجة هي، نعم. لأن عادة الله، نعم. وسنة الله أن الأمة المسلمة، نعم. مهما أخذت بالأسباب لا تعود إلى القيادة والريادة والسيادة والقوة إلا إذا عاد أبناؤها حكاما ومحكومين إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة، نعم. أمة الإسلام، نعم.
لا تتصدر من جديد، ولا تقوى ولا ترجع لها الكرامة والعزة إلا إذا عادت إلى القرآن والسنة. التحليلات السياسية التي نسمعها ليس فيها هذا، ولا في هذا التصور، والأدمغة ليست في مؤخرة أدمغة الناس، ليس يوجد هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لا يكون إلا بالاستقراء والعلم ومزاحمة العلماء بالركب، وهذا سوف يراه الجميع إن عاجلا أو آجلا. من أقرني على ذلك فالحمد لله، ومن لم يقر فسوف تجعله الأيام والليالي يقر. لا نهضة ولا قيام ولا عزة ولا كرامة ولا سيادة ولا ريادة ولا قوة لهذه الأمة الإسلامية من جديد إلا إذا عاد أبناؤها حكاما ومحكومين إلى كتاب الله وإلى الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأيام بيننا. نعم، سبحان الله العظيم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معنا اتصال من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم مرحبا السلام. مرحبا بأهل أسبانيا، أهلا وسهلا، وعليكم السلام. أنا بسأل عن، أنا دائما بجمع الظهر والعصر. نعم. لأني بعمل اليوم كله، وما مش عارفة إزاي أفرق الظهر والعصر، فدائما بصليهم بجمعهم لما برجع من العمل. نعم، يعني انت بتعملي من قبل صلاة الظهر الى ما بعد صلاة العصر. نعم. وليس هناك فرصة لأداء الصلاة في وقتها. لا يمكن ان يعني اصلي في العمل، ما يمكنش اصلي في العمل. نعم، بارك الله فيك. فبسأل ازاي اعمل. وعندي سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. انا بعمل مع الرجال. نعم. لكن هناك ستات كمان، لكن بعمل معاهم وبحجابي وما فيش متأدبة، ما فيش كلام ولا حاجة، بنتكلم في العمل وبس، وبسأل ايه الحكم، وما يمكنليش اعمل عمل ثاني من غير العمل ده. نعم، بارك الله. وانت في حاجة الى هذا العمل ماسة؟ نعم، لاني ما عنديش احد. انا هنا وحيدة واعمل على ذلك، ليس معي أحد. نعم، بارك الله فيك. هذا هو السؤال. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. هو الحقيقة فضيلة الدكتور، أنا يعني من أول الحلقة أود أن أسأل سؤالا يتصل بمثل هذه المسألة. تفضل. أن بعض الناس في الحوادث الملمات الكبيرة يقول يعني أنتم تصلون وتدعون وتفعلون كذا وتعلمون الناس العلم، وهؤلاء يقتلون ويذبحون ويشردون، وكأن ترك الصلاة وترك العلم وترك فعل الخير سيؤدي إلى هزيمتهم. الصلاة شعيرة أهم من الجهاد. نعم. الصلاة نعم. شعيرة أهم من الجهاد. نعم. والتوحيد نعم. التوحيد نعم. أهم من الجهاد. نعم. فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم. خدم وحشم عند توحيد الله عز نعم. وجل. سبحان الله. نعم. ما فرض الله الجهاد نعم. ولا الأمر نعم. ولا النهي إلا لحماية جناب التوحيد. نعم، سبحان الله. فالناس لا يفهمون، الناس يفهمون فهما سياسيا نعم. للأسف. هذا من الجهل المركب نعم. أيضا في نعم. يعني هذا يدعونا إلى رعاية سؤال الأخت أيضا. الظهر يعني. والعصر الأخت، وأنا أعرف سؤالها جيدا نعم. لا يجوز لك يا أختاه أن تجمعي بين الظهر والعصر في الحضر بدون عذر من مطر أو من مرض أو غير ذلك بسبب العمل، هذا لا يجوز. ويؤسفني أن أقول بعض المحجبات أو بعض المسلمين يتحشمون ويستحيون أن يصلوا في العمل حتى لا يصنفوا أنهم من المتدينين أو من المسلمين أو كذا وكذا، وهي ليس عندها إشكال لأنها محجبة تقول، فهي لابد أن تصلي في الوقت. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها نعم. طالما لا يوجد عذر نعم. للجمع نعم. فلا جمع بعد العمل، والعمل ليس بعذر نعم. حتى لو تدرج الأمر نعم. وضاق عليها تستطيع أن تدخل غرفة نعم. تستطيع أن تصلي في تقتنص وقت الصلاة يعني في أي زاوية نعم. أنا أعرف بعض الأخوات في أمريكا وفي أوروبا يدخلنا أحيانا إذا خشينا خروج الوقت
يدخلن إلى محلات بيع الملابس في الغرفة التي فيها تجربة الملابس ويصلون فيها تصلي ثم تخرج وتخرج نعم يعني لابد من الصلاة على وقتها أما عملها مع الرجال. طب اتصال فقط من الإمارات حتى لا نطيل على الأخ المتصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا. الله يبارك. السؤال يا الله يحفظك، هل يجوز السؤال بالرحم؟ كان تقول أسألك بالله وبالرحم. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. سؤال واضح فضلت الشيخ. نعم. تفضل يا دكتور. عملها مع